ليه بتحبي غادة رجب؟ لانها اتقان صوت ضبط ايقاع، مفيش حاجه بتسمعها كانك يعني بتسمع شيء اعظم شيء في الدنيا. ربنا يخليك. اولا احنا من كتر ما الروح يعني واحده وان احنا بنحب بعض جدا، يعني الواننا متناسقه من غير ما نعرف. من غير ما نعرف. هوريني الاول حي طبعا الفرقه الموسيقيه العظيمه الاساتذه الكبار الموسيقيين طبعا، عازف الكمان السوليست المعروف حازم الاصابجي، الفنان ماجد عسكر على القانون، الفنان محمد فودة على الناي، الفنان سامح منصور بيركاشن، الفنان ايهاب عباس عازف الايقاع على الرئة. اهلا بس غاده، نورتيني. وصباح بالنسبه للغنى ايه صباح؟ صباح البهجه، حب الحياه، حب الحب،
يعني هي كانت واحدة بتحب الحب وبتحب الحياة ومتشبثة جدا بالحياة رغم كل الآلام اللي مرت بيها في حياتها، بس كانت دايما الابتسامة والضحكة على وشها. عمرك ما شفت لها صورة وهي أبدا مكشرة أو زعلانة أو حزينة. دايما كان عندها طاقة إيجابية جدا من جواها وباور جامد جدا وأنرجي اللي هي طول الوقت تغني وتبقى شكلها حلو ولابسة شيك، وكانت رمز للشياكة في جميع طبعا حتى رمز. في آخر أيامها وهي يعني بعد ما تقدم السن بيها وكده، هي وفي الجنازة لو معانا الصور الجنازة يا جماعة، يعني ما شفتي حتى جنازتها شبهها يعني فرحة بالظبط يعني جنازتها شبهها. الفنانة كارول سماحة أنا سمعت كمان أنها لبست أبيض مخصوص بناء على وصية الفنانة الكبيرة صباح، قالت لها يعني صور الجنازة معانا يعني حاجة كانت كلها رقص وغناء ودي كانت وصية صباح إنه إنها كما أدخلت البهجة على نفوس الناس وهي مبهجة. بترحل كمان البهجة تكون يعني في نفوس الناس حقيقي. صباح كانت فنانة عظيمة طبعاً. مصر كمان أثرت في حياتها بشكل كبير، مصر أثرت في حياتها جدا، وهي كانت دايما بتدين لمصر يعني إن هي يعني كان ظهورها من مصر وكان نجاحها ونجوميتها وتاريخها كله اتبنى في مصر، فكان عندها ولاء بقى. وكان عندها كصوت بقى وانت بتغني صباح بتحسي ان هي ادائها يعني صوتها كان بيطلع وينزل، يعني ادائها صباح صعب الغنى بتاعها ولا سهل؟ سهل الممتنع. يبدو ليكي ان هو سهل وبسيط، لكن لما حدقاي هتلاقي ان هي ليها اداء خاص جدا، ليها عرب خاصه جدا وحليات خاصه جدا بيها، وكانت متميزه بيها. فلا هي مش بسيطه، بس تبدو بسيطه. طبعا غير بقى افلامها الرائعه يعني مثلا طبعًا. شارع الحب يعني موضوع احنا بنطلع موضوع الاغاني موضوع كبير مش مصدقين يعني مع فريد الأطرش كانت عظيمه، مع عبد الحليم حافظ لا كانت عظيمه، مع يعني مع في فيلم انا يعني من الاغاني اللي بحبها والافلام اللي بحبها بس مش فاكره اسمه، اللي كان مع فريد الأطرش اللي كان فيه زنوبه واحبك ياني، ولما كانت في الاول بسيطه وبعدين بقت نجمه كبيره واتغرت شويه وبعدين رجعت، كان رشدي اباظه كان فيلم الرجل الثاني الرجل الثاني رشدي اباظه وساميه جمال يعني طبعًا. كان يعني والايدي الناعمه لا ده كانت افلام لا عظيمه حاجات جدا افتقدناها الحقيقه جدا، والحقيقه بنذكرها بكثير من البهجه، وعشان كده النهارده ليله مليئه. وانا النهارده وانا جايه فماما بتقول لي يعني بس الحاجات والذهبي وبتاع ده، قلت لها صباح دي كانت البهجه، يعني هي لو عايشه هتقول لي البسي وحطي يعني مش البهجة. يعني مش هتبقى متضايقه خالص، فعشان كده جايه مبهجه النهارده. قولي لي انت اخبارك ايه، اخبار الغنى ايه والاغاني الجديده والحاجات دي؟ بصي بقى يا ستي، انا ان شاء الله باذن الله انتهيت من اغنيه سنجل جديده لسه هتنزل، يعني مش عارفه هتنزل امتى بالظبط، لسه بجهز بس شكل نزولها واذا كنت هصورها او لا. شكل جديد عليا جدا سواء في الكلمه او اللحن او التوزيع. هي كلمات شاعر ايمن بهجت قمر، الحان فنان عمرو مصطفى، توزيع تومه، كتابه وتريات سعيد كمال. فدي غنوه بالنسبه لي انا بعتبرها غنوه مختلفه وجديده عليا. هتغني لنا طب النهارده؟ لا لسه شويه، هغني لكم حاجه تانية برضو جديده لسه مسجلاها من يومين. هي كلمات الشاعر سامح العجمي والحان فنان اشرف سالم. ودي غنوه فيلم مهم جدا يعني في التوقيت ده احنا مفتقدين النوعيه دي من الافلام. الحقيقه انا شفت التريلر، النجمه الكبيره ميرفت امين، النجم الكبير نور الشريف، النجم الكبير سمير صبري. ده فيلم ايه؟ بتوقيت القاهره. اخراج امير رمسيس، دره شريف رمزي، كندا علوش، ايتن عامر. هايل ده، هنشوفه اكيد. وداخل هو ما لحقش يخش مهرجان دبي، بس هو هيتعمل له احتفاليه خاصه هناك في يوم 15 في مهرجان دبي السينمائي. فالغنوه دي غنوه اعتقد انها غنوه يعني هي غنوه انا حباها جدا، واعتقد انها هتمس ستات ورجاله كتير. سمعينا يا غدا. اوكي. ورق النتيجة كتير وقع مليانة أيام وبوجع، دلوقتي أنا ما بقتش أنا، بيني وبيني طريق وسع، جوا المراية أنا بعترف إحساسي بيه مختلف، أنا خايفة ليه
انا شايفه ايه بيني وبيني طريق وسعه وورا النتيجه كتير وقع مليانه ايام وبوجع دلوقتي انا ما بقتش انا بيني وبيني طريق وسع جوه المرايه انا بعترف احساسي بيا مختلف انا خايفه ليه انا شايفه ايه من ضل ليها انا بدفي زع شريط حياه فجاه وقف من موج لموج انا بختلف كل اللي عشته للاسف ما فهمتهوش شريط حياه فجاه وقف دلوقتي بس انا بكتشف ان الحياه لحن تعزف ما سمعتهوش شريط حياة فجأة وقف من موج لموج أنا بتحدث كل اللي عشته للأسف ما فهمتهوش شريط حياة فجأة وقف دلوقتي بس أنا بكتشف إن الحياة لحن تعزف ما سمعتوش الله الله مين كاتب؟ سامح العجمي الشاعر سامح العجمي مين ملحن؟ أشرف سالم الأغنية دي حلوة قوي واعتقد انها هتبقى يعني هتتسمع أنا كويس يعني قوي يا رب ان شاء الله حاسه انها بتمس نماذج كتير جدا موجوده في حياتنا الحقيقه وهي كمان من برومو الفيلم نفس البرومو فيه جمل بعض الجمل للنجمه ميرفت امين في جمله بتوجع قوي وفي جمله للنجم نور الشريف بتوجع قوي يعني واضح انه فيلم من الافلام القيمه المهمه بقى لنا مده اللي احنا مفتقدين بالظبط هو اللي انا عرفته ان هو يعني ثلاث قصص مع بعض والغنوه بقى بتبين لك انه الاحداث شكلها ايه يعني خلونا نشوف جزء من برنامج انا كنت او حوار انا كنت اجريته مع الفنانه الجميله صباح البرنامج ده كنا عملناه في 2009 وكان اسمه فيش وتشبيه وعرض على شاشه التلفزيون المصري في رمضان وكان انتاج الاستاذ طارق نور فيش وتشبيه استمرار البريق استمرار فكره الامل اللي عندك تكملي مشوار ايه السر في الامل اللي دايما بنشوفه في عينيك دي حاجة من ربنا ونعمة يعني وبعدين أنا بحب الدنيا بحب أعيش وبعدين ما خافش من الموت ما بتخافيش ما خافش أبدا لأنه كل إنسان ما فيش مهرب هيموت في وقته يعني سلامة لكل اللي بيسمعونه طبعا طبعا سلامة ليك يا حبيبتي يعني بحب الدنيا وبحب نفسي عشان انا بشوف نفسي كل يوم لازم ابقى كويسه نسيت صباح يعني 85 فيلم تقريبا 85 فيلم 85 بس يفضل في افلام علامات في حياتك يعني غير الفيلم الاولاني في علامات في حياتك الأولاني. زي مثلا الاولاني زي مثلا الفيلم اللي كان مع رشدي اباظة ده مش فاكر اللي هو امورتي الحلوه ده كان مثلا من الافلام وغنيت لرشدي يانا يانا دي من احلى الاغاني وغلبانه انا فضلت احب رشدي لاخر حياتي فضلت تحبي رشدي لاخر حياتي زعلتي لما مات يا اتجنيت مات كنت رايحه اشوفه في المستشفى جه ابراهيم خان الله يرحمه قال لي ما تفوتيش مات قال بس شاف ابراهيم خان قال له صباح ومات بس اتجوزتيه فتره قليله قوي يا صبوحه قليله لان حد يسيب صباح يا حد يسيب رشدي اباظة يا صبوحه برضو ده كان قمر كان هو كان قمر كمان يعني الوحيد اللي كان لايق لي في حياتي طب وليه اتجوزته فترة قصيرة كده؟ قصيرة لأن الصحف هنا هاجمتني وإنه ساب مراته وصوروها بتكنس سامية جمال وصوروها بتكنس وما أعرفش إيه وسعيد فرايحة
الصحافي الكبير كمان هاجمني قوي. ابويا وامي كانوا زمان انا وصغيره اقول شوف العبيطه دي من حاجه جوزها. يمكن عملت لي عقده. بس اتجوزتي بقى ما شاء الله. كام، 8 ولا 9 سبوحه؟ 7. 7 ده راجل واحد وبيعذب الستات، 7 استحملتيهم ازاي يا سبوحه؟ ده لازم صبر طويل. لا جدا. انت عارفه انا عندي اخلاق وذوق. ده ذوق جامد. هخرج فاصل. حتى لو عذبني الراجل انا مرتبطه بيه يعني ما حقتش عليه، بس يبقوا شنطه تحت عندي. شنطه عند البواب. فكره شنطه عند البواب دي بنهديها لكل امراه بقى ايه في العالم العربي، زهقك شنطه عند البواب. خديها ايه نصيحه من الست صباح. الفيلم اللي لبست فيه كويس زي انساك مع فريد الاطرش. الفيلم ده اول فيلم لبست كويس. صحيح حبيتي فريد الاطرش؟ كصديق. كصديق بس. عبد الحليم شوية. لكن عبد الحقيقة عبد الحليم شوية. حبيتي عبد الحليم شوية؟ ده لازم في فيلم. كان فيلم ايه اللي هو انتي و... انا هو شارع الحب. شارع الحب. غني لنا حاجة حلوة. عاش او مسكينة والنبي ما اقدرش افوت والنبي، ده انا كل حتة في توبي دايبة 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 في هوا محبوبي. الله الله اشكرك يا حبيبتي. يعني كانت جميله وروحها. لا يعني لحد هذه اللحظه فاكره روحها. 2009 صحيح ممكن من 5 سنين، لكن بجد لا ما انساش حواري مع صباح. كان شيء جميل وانا سعيده ان انا اجريت هذا الحوار. طبعا لا في حاجه رائعه وعظيمه. وكانت تقول لك دايما ايه، كل اللي تتجوزوا يضايقها شنطه جنب البيت. اي راجل متجوزت 7 وكل واحد شنطه جنب البواب، تقول لك حبه رشدي مش عايزه حد يضايقها، حبه رشدي اباظه اكتر واحد بس ضايقها شنطه جنب. كل اللي يعني اللي سمعته كل اللي اتجوز رشدي اباظه بيقولوا ان هو اكتر راجل حبوه دايما. بيقولوا كده. وبعدين شنطه جنب البواب. رشدي اباظه شنطه جنب البواب ازاي؟ بس رشدي اباظه رشدي اباظه انت تقعدي جنب رشدي اباظه كده؟ ده الوحيد اللي شنطه لازم تفضل جوه. تفضل جوه. لا انا مره غادة عشان احنا على الهوا بقى وكانت الموضوع ده. بعدين غني يا غادة حبيبتي غني. ماشي حاضر. هتغني لنا ايه؟ انا بحب قوي 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 من اهم واجمل اغانيها بالنسبه لي زي العسل. غني زي العسل. I love you.
على قلب هوا زي العسل. لو جابوا القمر بالعالي العالي والنجوم حطوه على الشادي كلام حلو وانتي ادائك عظيم وطبعا الاساتذه. انا بس عايزه اقول لكم فعلا انا بعتبر ان احسن ميوزيشنز موجودين في مصر هما في العالم في العالم العربي كله موجودين في مصر. ان يا جماعه تقريبا بلا بروفات بسرعه على الهوا مفيش اخطاء يعني بجد اساتذه بحييكم تحيه عظيمه لان انا عارفه الهوا معناه ايه ومفيش يعني بيبقى بنبقى اندر ستريس. انا عايزه اقول لك رغم ان انا على الهوا بس بقول للناس عادي يعني انا طبعا اكيد خايفه ببقى خايفه جدا اول ما قبل ما بطلع على الهوا والورقه وهبص على الكلمه وهنسى الكلام وشكلي عامل ازاي والقصه وحشه ولا تخينه ولا رفيع يعني 100 حاجه. لكن الحقيقه يعني انت بيرفكت يا غاده بصراحه يا دايما عظيمه يعني. ايه تاني بتحبي لصباها؟ الغنوه العظيمه العبقريه طبعا. لا 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 طبعا عبد الحليم حافظ المشهد المشهد في الفيلم منعم والفستان الفظيع الفستان يا جماعه الفستان هتقولنا على الهوا ده كان الفستان الفظيع اللي كانت قاعده فيه وهو ماشي بقى شارع الحب فيلم فيلم حاجه عبقريه كل حاجه حلوه في الفيلم في الدنيا يعني الله كنا دايما واحنا بنات صغيرين كنا دايما بنحلم كل واحده يكون عندها الفستان ده. انا كنت بحلم بفستانين الفستان ده وفستان احبك ياني في فيلم فريد الاطرش بحبه قوي الفستان ده فستان عبقري. لا لا بس هي كان كمان الأناقة غير طبيعية يعني سأقولك هي يعني بالظبط هو كمان غير ان اللبس رائع وذوقها وشياكتها وكل حاجة هي واحدة شيك عليها القيمة يعني ممكن حد يلبس حاجة ما صوتش صباح بس ممكن حد يلبس حاجة بسيطة بس تبقى عليه ملك يعني هي عليها القيمه هي ست حلوه وشيك هي كانت جميله واناقتها كانت مشهوره بالاناقتها وشعرها وكنا الكوافيرات بنسال دايما مين كوافير صباح مين اللي بيعمل لبس صباح يعني كانت ملكه الاناقه نسمع لا نسمع شرق. عايزه اقول لك ان انا غنيتها مره كان في عيد ميلادها يمكن ده كان سنه ايه بقى 2012 حاجه كان فنان سمير صبري عامل لها عيد ميلاد في مصر هنا وبوسي شلبي ورحتنا رحت العيد ميلاد وغنت لها لا وقفت جنبها وهي قاعده وغنت لا وكانت عماله تهز راسها وكانت سعيده قوي كنت فرحانه جدا قالت لي غنيتيها حلو قلت لها انا ما اعرفش طبعا مش هي عارفاني مركزه بس هي مره قالت انها بتحب صوتي يعني قلت لها انا بنت الدكتور درجه لان بابا اشتغل معاها كتير قوي ففرحت بيا بقى قوي ساعتها فنقول لا بقى نقول انا نستعيد ال Thank you.
لكني بحبك ليه واحدة حبك وانت لا قصدك انسى حبك برضو لا 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 صبوحة الله يا غادة يعني حاجة فعلا فظيعة الله يخليك يعني جميلة عايزاكي تغني حاجة بقى من أغانيكي انت اختاري في يا مازن وفي كنت قولي على الأغنية الجديدة كله ايه في كله من ده كله دي من آخر ألبوم من ألبوم صوت انا نفسي اسمع أغنية من الأغاني الجديدة كله من ده يلا طب لو انت ما خدتش بالك مني اوعى تلومني على اللي فجأة هيحصل لي لحد امتى هتفضل تايه عني هشغل قلبك وعيش حياتي الشتة عليك يا رجعك تجري ورا عنايا يا شغل بالك اخلي خيالك يلعب بيك يا سلمك للشوق بإيديا يا تعيش حلمك ارجع تاني افكر فيك ترارتا كله من ده ما هو انت بقيت تنسى وانا مالي وذنب انا ايه اللي ينسيك ده انت لسه ما شفتش حاجة ولسه ده اللي انا ناوي اعمله في خيالي شوية عليك يا رجعك تجري ورا عنايا يا شغل بالك اخلي خيالك يلعب بيك يا سلمك للشوق بإيديا يا تعيش حلمك ارجع تاني افكر فيك صوت صباح الاثنين فيهم صوت ضاحك يعني صوت فيه ضحك الحمد يعني لله. فعلا وهي بتغني انت بتحسي صوتها بيضحك وانت بتغني هي مبهجه جدا صوتك فيه ضحكه الحمد لله يعني دي حاجه مؤخرا على فكره بقت في يعني كنت وانا طفله مثلا بوقف في الاستوديو بغني لازم تلاقيني حتى الاغاني المفرحه بقلبها دراما بس دلوقتي خلاص الممارسه والباقي خلاص دلوقتي بقيت يعني بدي كل حاجه حقها يعني ده حقيقي عشقه وغلبانه
ودي من أجمل طبعا. أغاني صباح صباح، وكان في العربية جنبها رشدي أباظة. ما ننساش برضو ما ننساش الموضوع، كان جنبها رشدي أباظة. ما ننساش الموضوع، حاجات كلها أساسية في حياتنا جدا. عاشقة وغلبانة. يلا يا جماعة. احنا إيه اللي يلا صوره الفيلم فعلا بجد. انا كنت مندمجه ما خدتش جميله حاجه يعني، وهي طبعًا. كانت انيقه كده وبرنسس يعني فظيعه. طب هنختم بقى، عندنا وقت يا جماعه نختم. طيب هنختم بقى بأمورتي الحلوه. بحبها قوي الاغنيه دي، كل الامهات بيحبوها وانا بحبها. انا كمان انت بتحبيها. وانا بشكركم اعزائي المشاهدين. الاسبوع ده كان صعب، لكن احنا بنعدي بايام صعبه كتير، وهنعدي. فعشان كده انا قررت ان الاسبوع ده ننهيه بغاده، صوت متفائل، كثير من الحب، كثير من الطاقه الايجابيه. الاساتذه بشكركم شكر جزيل. الغنى والفن بيساعدونا ان احنا نعدي طبعا انا اولا بشكرك جدا، سعيده اني كنت معاكي جدا جدا كالعاده. ببقى في حاله كده بهجه وسعاده، ويعني وعايزه اطلع كل حاجه حلوه فيا.
وبشكر طبعا الأساتذة الموسيقيين جدا جدا على الشغل الرائع، كل الكرو والكاست وميسع عارف والإخراج واللي ورا الكاميرات والصوت رائع، ميرسي جدا للهندسة الصوتية. شكرا، دايما الصوت عندنا رائع. أمورتي الحلوة وبشكركم ونتقابل يوم السبت بإذن الله. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولها سحر جديد، لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولها سحر جديد، لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها بالعيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها بالعيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيض والسمر هيتداروا يتداروا يتداروا، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيض والسمر هيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل فيها أزمة تسارت وتزيد. قلياني خلاص تزعل وياي انا وابوسها قدام الناس، وعشان ما يسدني 17 قلياني خلاص تزعل وياي انا وابوسها قدام الناس، لو قلت حبيبة امها وشها يحمر، وان قلتك لك يا بطة تخصمني الشهر، هين قلت حبيبة امها وشها يحمر، وان قلتك لك يا بطة تخصمني الشهر، تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوه القلب هتفضل زي الاول واكتر، تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر، جوه القلب هتفضل زي الاول واكتر، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيض والصورة هيتداروا يتداروا يتداروا، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيض والصورة هيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل فيها أزمة وتسعيرته بتزيد. أمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولها سحر جديد، لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. وأمورتي الحلوة بقت طعمة، بقت طعمة ولها سحر جديد، لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. وغدغدتي الحلوة بقت طعمة، طعمة ولها سحر جديد، لها خفة روح لما بتضحك بتروح لبعيد. معذورة يا ناس لو خبتها بالعيد للعيد، معذورة يا ناس لو خبتها بالعيد للعيد، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيض والسمر هيتداروا يتداروا يتداروا، لو شفتوا جمالها هتحتاروا تحتاروا تحتاروا، والبيض والسمر هيتداروا يتداروا يتداروا، والحب هتحصل فيه أزمة تسعيرته بتزيد. مش هتغد انا عشان الناس